عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب قناة حراء التعليمية. كتير من أولياء الأمور مشغولين الآن بطريقة تسليم البحث، وزي ما احنا عارفين وزارة التربية والتعليم أعلنت عن طريقتين لتسليم البحث. الطريقة الأولى هي الطريقة الإلكترونية، وهي الطريقة اللي بتفضلها وزارة التربية والتعليم. أول حاجة، قم بحفظ ملف المشروع بتاعك في صورة PDF. طب احنا ازاي هنحفظ المشروع بتاعنا PDF؟ أول حاجة، لازم الأوفيس بتاعنا يبقى 2010 فيما فوق. تاني خطوة، اضغط على قائمة فايل واختار فيها Save As، حفظ باسم، واختار المكان اللي هتحفظ فيه الملف بتاعك، واكتب اسم الملف بالكود بتاعك وكمان معاه اسم المرحلة. يعني لو انت المرحلة بتاعتك الصف الثالث يبقى هتكتب G3، لو المرحلة بتاعتك الصف الرابع يبقى هتكتب G4، لو المرحلة بتاعتك الصف الخامس يبقى هتكتب G5، لو المرحلة بتاعتك الصف السادس الابتدائي هتكتب G6، الصف الأول الإعدادي هتكتب G7، والصف الثاني الإعدادي هتكتب G8، والصف الثالث الإعدادي هتكتب G9، وهيبقى هتختار شكل النوع الملف بتاعك PDF، وبعد كده هتضغط على سيف، وهيبقى شكل الملف بتاعك زي ما احنا شايفينه كده بالظبط. ودي الطريقة الأولى اللي هي الطريقة الإلكترونية. وبعد كده، بعد ما تسجل الملف، بعد كده ادخل على حسابك على منصة الإدمودو. ستجد إن في فصولك موجود أيقونة المشروع البحثي العام 2019-2020، بس خلي بالك لو أنت بتتفرج علينا دلوقتي فالأيقونة دي هتبقى متوفرة عندك من يوم 9 مايو. بعد الضغط على الأيقونة هتظهر لك نافذة رفع المشروع. قم برفع المشروع بتاعك PDF بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة. في حالة لو أنا كنت عاملة البحث لوحدي منفردة هدوس على خانة التسليم النهائي، أما لو كنا مجموعة مع بعضنا هنضغط على خانة التفاصيل ونقوم بكتابة أكواد زملائي المشتركين معي، وأقوم بضغط مرة أخرى على التسليم النهائي. الطريقة الثانية هي الطريقة الورقية. الطريقة الورقية ينطبق عليها الفئات الآتية: الطلبة الراغبين في تسليم المشروع ورقيا، ودول اللي بيتعذر عندهم وجود الإنترنت، طلاب المنازل، طلاب الخدمات، طلاب الدمج والتربية الخاصة، الطلاب المصريين في الخارج. طب هنعمل ايه عشان نسلم البحث بتاعنا ورقي؟ بعد تجهيز المشروع ورقيا ضعه في ظرف مغمض غلق، قم بكتابة الكود والصف الدراسي للطلاب المشتركين في المشروع على الظرف. وخلي بالك احنا ما بنكتبش الاسم بتاعنا على الظرف، واذا كنت من ضمن طلاب الفئات الخاصة مثل المنازل او الدمج او التربية الخاصة قم بتوضيح ذلك على الظرف، وقم بتسليم الظرف الى المدرسة الخاصة بك في الفترة ما بين 9 مايو الى 16 مايو. ارجو ان تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.